السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء. الطريق من هنا لحد حمسات وبقينا غاديين بشويه 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 حتى وصلنا عند الراعي. وصلنا عند الراعي الغنم. هو هذا البلاصه كلها من هنايا. قال لك الا مشينا من هذا البارتي من هنايا كاين الرمل، كاين الرمل، وهذاك الرمل غادي يعذبنا في الطريق. اوكي، اذا غادي نحاولوا نطلعوا نمشيو مع الناسيونال باش ما يضيعش لنا الوقت. ومازال تبعنا الطريق و هانتوما مورم لها شي غير هاد الطريق من اللي تال هنايا راه طيحت محناتنا يا اخي. هاهي دابا غادي نمشيو معنايا شويه بشويه غادي نتبعو هاد الطريق. هاهي شتي قال لي غادي تبع هاد الطريق 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 تاع الراسه تلقى الكودرون صافي وتبع الطريق ديالك. ديك الساعات فيما دارت على اليسر دور معاها، فيما دارت على اليسر دور معاها، فيما دارت على اليسر دور معاها تتوصل للمهدية. اذا الرحله ديالنا مازال مستمر الحمد لله والشكر لله ولا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، ما كنتم مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.